أستاذ أحمد علي عبد القادر، إلى أي مدى سيتأثر السودان بتصعيد الموجود في أثيوبيا؟ نعم، سيتأثر كثيرا جدا، سيما وأن تيغراي محايدة لإريتريا، ويعني في قبائل مشتركة ما بين تيغراي وإريتريا والسودان، وهذه المنطقة أصلا ملتهبة لا تحتاج إلى مزيد من النيران ودليل مشاكل الشرق في السودان في الآونة الأخيرة. إضافة إلى ذلك، السودان متضرر ضرر كبير جدا من المناورة العسكرية المصرية، ليس سواه، لا إثيوبيا ولا مصر متضررة كالسودان. لماذا؟ لأن المناورة هي رسالة للداخل الإثيوبي أن السودان يمكن أن يصطف مع مصر، سواء كان في قضايا صد النهضة ولا قضايا أخرى. ونحن أصلا لدينا مشكلة في منطقة الفشكة مع إثيوبيا، لا نحتاج لمزيد من هذه المشاكل. إذا هذه المناورات العسكرية عندما فشلت مصر أن تستعطف وتستدير عطف المدنيين ليكونوا معها في قضية، أتت من الباب الخلفي عبر العسكر لتقول لإثيوبيا أن السودان يمكن أن يفتح أجواءه إلينا وممكن أن نضرب السد. هذه عقلية الذين يحكمون السودان الآن، يتسببون في ضرر تكتيكي، ضرر دبلوماسي، ضرر عسكري لا يشعرون به حتى. يعني خطر هذه المناورات العسكرية لو يدرسونه ويحللونه جيدا أكبر بكثير مما تتصور أخي الأستاذ علاء صالح. هذه المناورة لها ما بعدها، لأن السودان أو إثيوبيا كانت صامتة طوال الفترة، والسودان كان في موقف حياد لا يمكن أن يقف مع إثيوبيا أو مع مصر في مسألة السد، ولكن أن تقام مناورات عسكرية، بالتالي إثيوبيا يمكن أن تتخلى عن دحرها للمتمردين الذين يحتلون أراضي زراعية سودانية، وكل مرة تصفهم إثيوبيا بأنهم عبارة عن إرهابيين أو عبارة عن قطاع طرق. الآن يمكن لإثيوبيا أن تدعمهم حتى، لماذا لا؟ لأنك أنت اصطفيت وعملت مناورات عسكرية مع مصر، هذه كارثة، ولكنهم لا يدرون. أستاذ علاء صالح، ثورتكم مهددة، أختم معك أستاذ أحمد، نذر حرب في الداخل رغم احتفالات الخرطوم باتفاق جوبا، والآن توتر مع الجار الأثيوبي، هل ستعودون لأخذ الزمام المبادرة وإنقاذ ثورتكم؟ أنا لا أعتقد أن الناس ستصمت، لكن الثورة هي سرقت من فترة كبيرة جدا، والآن لم يتبقى من الثورة شيء، تبقت فقط ردة الفعل ممكن تكون عنيفة جدا من الناس، لأنه خلاص بها يعني التحمل، لا يمكن أن تتحمل أكثر من هذا الشيء، يعني لا يمكن. الآن إحنا وصلنا ل يعني أسوأ الأمور الاقتصادية، أسوأ الأمور الداخلية، الصفوف زائدة، المشاكل الداخلية فشلت فيها الحكومة الانتقالية، والخارجية بالذات فشل ذريع جدا، لم تدير علاقاتنا الخارجية بحياد كما ينبغي أو كما بشرت جمهورها. للأسف الآن الحكومة تتفضح وتنكشف كل ما زاد الزمن.